نروح كيف كتشوفوا المشاهدين؟ مرحبا وسهلا. هادو الزملاء ديالها والاستاذ المحاميه فكل شيء كيتاثر بالوفاه ديالها الى لله وانا اليه راجعين. كنسقى العائله ديالها الزوج ديالها يلا ركبوا لي اخوان باش نشدوا الطريق ان شاء الله. يلا 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 المطرقه عارف وين وراك هي خمسين الاف ان شاء الله. ايه مشاكل فران فران وسط هكا سير السي محمد سير إنا لله وإنا إلى راجعون. كانت الأخت ديالنا، أنا كنت المحامي ديالها الموكل ديالها، وكنا إخوان. الله يرحمها ويوسع عليها، الله يرحمها ويوسع عليها. ضربوها على راسها. الزوج ديالها صدوم اللي كتبوا Thank you.
هذا المشهد المؤلم والمحزن في هذه الأثناء خرج على الله العلي القدير ونحن الآن في المقبرة والمكان مظلم أن يجعل قبرها نور إن شاء الله. واحد اللا عدالة اللي كيتعرضوا لها ضحايا الاعتداءات الجنسيه واللي كتخليهم حاملات لجروح لا تندمل. انا كنتمنى ان اسماء الحلاوي تعود الى ابتسامتها في جنه الخلود ان شاء الله. واش تلقيتي خبر الوفاه ديال الاستاذ؟ تلقيت بالم. شوف انايا بكيت وماشي متابعه. شوف انا كنت محاميه ديالها وكنت صديقه ديالها وكنت قريبه منها وكنت كنبغيها وكتبغيني. انا اسماء كانت قريبه مني بزاف. اسماء كانت انسانه قويه وهذا الملف هذا بحال اثر عليها بواحد الطريقه اللي كانت محتاجه لدعم نفسي ودعم انساني وللاسف شديد المحيط ما كانش كيوفر هذا الدعم. شو تقصد بالمحيط؟ المحيط العائلي، المحيط الاسري، المحيط الاجتماعي، هذا هو المحيط. ولكن في ملف سيد توفيق بوعشرين لا سيما المحيط السياسي والمحيط الشبه حقوقي الذي احاط بالملف من اجل حسابات سياسيه ولم يفكروا ولو لمره ان لهم او لهن امهات او اخوات او بنات ممكن ان يكون في يوم من الايام عرضه للاعتداء الجنسي. حذاري اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه. حذاري. خذوا حقهم الضحايا. شنو الراي ديالك؟ انا بالنسبه لي الضحايا باقي ما خذوش الحق ديالهم. هذه معركه لا زالت مفتوحه على جميع الواجهات. حنا اليوم كنقولوا غادي نبقاو مستمرين في هذا المسلسل
شاء من شاء وكره من كره، وغنتوجهوا بالشكاوى والتبليغات ضد كل من تسول له نفس التنمر على الضحايا، ولا التوجه لهم بالسب والتشهير وحرمانهم من الحق في النسيان واستعمالهم. انا كنقول لك اي واحد بغى يمشي يصفي حسابه سياسيا له طرق واليات ووسائل رفيعه المستوى ان تستعمل الجنس من خلال سلطتك وتقول لنا انا سياسي ولا حقوقي. هذا العبث هذا بهذه المناسبة الأليمة، هذا العبث لن ننهزم أمامه، سنصمد. شي غينهار هو ولا ننهارو حنا، هذا العبث يا ينهار هذا العبث ولا غنهارو حنا. حنا غنبقاو صامدات وصامدون إلى أن ينتهي هذا العبث، لأنه ما يمكنش أي واحد يبقى يعطي فسادا في الأرض ويستبيح أجساد النساء وفي النهاية يجي يقول لك أنا سياسي. السياسي كيحترم نفسه، كيحترم القانون، كيحترم القيم الأخلاقية. السياسي تيكون أكثر انضباطا في سلوكه. السياسي هو اللي كيمشي عارف شنو هي التعاليم الدينية، ويعرف شنو هي التعاليم الأخلاقية، وشنو هو احترام الآخر، وشنو هو احترام الجار، وشنو هو احترام الصديق، وشنو هو احترام الإبنة، وشنو هو احترام الموظف المستخدم، وشنو هو احترام الطالبة. أما من يأتي فسادا بالأرض من خلال سلطته ونفوذه، هيهات أن نكون له لقمة صائغة. سنعذبه ما دمنا في هذه الأرض متواجدات ومتواجدون. أنا كنقولها، غنناضلو ضد أي مفسد في الأرض، أي مستغل لجسد النساء، أي مستغل لسمعة النساء، غادي نناضلو ضده ما حيينا. أنا خديتها على عاتقي حتى نموت، أنا شخصيا حتى نموت عمرني ما غادي نسكت على الظلم اللي كتتعرض له النساء في قضايا مثل هذه القضايا. دقنا درعا من أحكام القيمة المقيتة يتمنعنهن الراغبات، دقنا من ديك الاحكام اللي خصنا الراجل هو خصو ياخذ الخطوه الاولى، لان المراه دائما كتقول وي نو، المراه كتقول نو، ولا قالت نو سمعها، عجبتك سمعها، ما عجبتكش سمعها. اعطيو للنساء باتساع، والعلاقات الرضائيه راه باينه ملي كتكون العلاقات متكافئه متوازنه، واحد العلاقات اللي فيها واحد الاعجاب متبادل راه باينه. كلكم كتعرفوا نتوما رجال وحنا نساء كنعرفوا شنو هي العلاقات الرضائيه بلا ما تبقاو تكذبوا على الناس. اللي كيستغل السلطه كيفما كانت صغيره او بسيطه فهو مجرم ويجب ان يعاقب ولا للافلات من العقاب. ولو ما مروا السنين تقريبا 4 سنوات سمعنا بان هادشي استمر مع النساء وسيستمر معهن الضحايا مدى حياتهن. هذه وصمه كتبقى لصيقه فيهم مدى الحياه، ما يمكنش تحيد. واش كيبان لكم من سال جروح نفسيه اخطر بكثير من الجروح الجسديه؟ ما تحمله النفوس من الام وضغوط وجروح خطير جدا، راه تؤدي للوفاه. هاد السيده ما عرفناش شنو هي الاسباب الكامنه او الخفيه اللي خلاتها بهاد البنيه اللي كنشوفوها قويه ولكن في الداخل ضعيفه ومنهاره، انها تستسلم للموت. ولان الاقدار يعني الموت هو بيد الله، والله سبحانه وتعالى اللي كتبها كتكون. حنا مازال كنتاكدوا واش خطا طبي، واش انها عندها شي مشكل اخر. الايام المقبله غتبين الحقائق. ولكن انا كنت بغيتها تموت وهي فرحانه، ماشي فرحانه لان خدا التعويض، ماشي فرحانه لان الجاني خدا الحق خدا العقاب ديالو ومشى للسجن. بغيتها تموت وهي فرحانه ان المجتمع يتصالح مع ضحاياه. شكرا أستاذة. لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. الحقيقة كمحامي صدمت لما سمعت بالخبر صبيحة هذا اليوم، أصبت بالصدمة لأنها فعلا فاجعة لم نكن نتوقع هذا. يعني كانت ولادة، حالة الولادة يعني ترتبت عنها وفاة. نسأل الله أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء. الأخت كانت مثال للمرأة المناضلة المقاومة، ومن الأوليات لأنهم خذوا المبادرة كضحايا وخرجوا الرأي العام بوجه مكشوف وصدحن أنه لا للمس بحقوق الضحايا، لا ليكون هذا الموضوع ديال طمس حقوق الضحايا أو الضرب حقوقهم. خرجته هي كانت من الأوائل اللي خرجته للعلن، ما بقاش موضوع طابو، بشجاعة وبضمير. وكتقول لك ما كيهمنيش نفسي، يعني الضحية كتعرفوا الضحية في المخيال المغربي وفي المخيال العربي دائما الناس كيقبلوا يكونوا ضحايا وما كيبغيوش يتشكاو لان كيخافوا من الوصم الاجتماعي. هي تحدات كل هاد الامور هذه، وعلنات انها ضحيه وانها عانات الشيء الكثير من جراء ذاك الجريمه اللي بلا ما نكشفوا لان ما نزيدوش الفواجع مره اخرى. المهم كانت صابره ومثابره
وإلى حدود يعني هذا الأسبوع هذا كان دائما تناشد العدالة بتطبيق العقوبة وتشجيع الضحايا. كانت عندنا يا رمز للنساء الصابرات المثابرات المضحيات باش يولي موضوع الدفاع عن الضحايا. موضوع الدفاع عن الضحايا هو موضوع مركزي لأن الضحية لأن الإشكال اللي كان عانيه اليوم هو أن الضحايا تمسكنا بالصمت ولا يخرجنا إلى العلن. هي خرجت إلى العلن ودافعت عن حقوقها ودافعنا عن حقوقها ولهذا كنتمناو إلا ما كرمناش هاد السيدة هذه. أنا كنقول وحنا في الجمعية المغربية لحقوق الضحايا هاد السيدة تستحق كل تكريم باعتبارها رمز للمرأة المتقاضية المرأة الضحية اللي دفعت على حقوقها. سنكرمها إن شاء الله ونسأل الله لها العفو والعافية ونسأل لها المغفرة والأجر والثواب. وكنعزيو الزوج ديالها الزميل ديالنا والصديق ديالنا ونعزي أسرتها في هذا المصاب الجلال. ونتمنى الله سبحانه وتعالى يسكن فسيح جنان ديالو مع النبيين والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيقا والله يرحمها.